صحابي في حلقة جديدة من برنامجنا كنت كوجي. في حلقتنا النهاردة هيكون معانا ضيف جديد ومميز جدا، هيحكي لنا عن أسرار طفولته اللي ممكن نسمعها لأول مرة، وهنعرف ازاي بقى جوري. هيباركنا ويبارك كل أصحابنا نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا. أهلا بقدسك. أهلا بك أميرة، وأهلا بكل أصحابنا وحبايبنا. في البداية عايزين نعرف نيافتك كنت في كنيسة ايه وانت كوجي؟ انا كنت بروح في كنيسة الانبا انطونيوس في شبرا هنا في القاهرة. نيافتك كنت بتحضر فيها مدارس الاحد، ممكن تحكي لنا على الايام اللي كنت فيها؟ انا كنت بحضر مدارس الاحد في كنيسة الانبا انطونيوس في شبرا، والحقيقة انا علموني اساتذة ممتازين جدا اثروا في حياتي لغاية النهاردة. من ضمن أساتذتي في مدارس الأحد اللي أنا بفتخر بيهم جدا هو نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي، اللي حاليا أيضا سكرتير المجمع المقدس. ده درسني في مدارس الأحد وأنا كنت في ستة ابتدائي. درسني برضه في مدارس الأحد أبونا بولس السمعان، اللي هو كان بيخدم في كنيسة الست دميانة في الهرم، وحاليا بيخدم برضه في كنيسة تانية في الجيزة. أساتذتي أنا أفتخر بيهم، علموني كتير جدا جدا جدا، وطبعا في اللي هم ما مشوش في طريق الكهنوت لكن كان ليهم تأثير كبير في حياتي، زي المتنيح الأستاذ مفرح ذكري، زي الأستاذ عزمي دانيال، زي الأستاذ نبيه وديع، الأستاذ ماهر وديع، أساتذة كبار كتير أثروا فيا، أستاذ ملاك رشدي، ناس كتيرة كان لهم تأثير كبير في حياتي. ونيافتك وانت كوجي كنت بتطلب ايه في صلاتك؟ أنا كنت دايما بيعلمونا في الكنيسة أن احنا نصلي من أجل الأسرة، نصلي من أجل خدامنا في مدارس الأحد، نصلي من أجل أصحابنا، نصلي أن ربنا يرشدنا ويوفقنا في حياتنا، نصلي أن ربنا يقودنا في حياتنا. بس انا اقولك على حاجات لطيفه كده، انت عارفه لما يجوا يخلصوا الكنيسه الشباب سيقولوا ايه؟ يقولوا امين الليل يا زوج سابتريك، صح كده؟ عارفاها. فانا وانا صغير ما كنتش لسه فاهم كويس اللي هما بيقولوه، فكنت افتكر ان هما زعلانين ان ابونا خلصهم هيروحوا، فقعدت فتره كده افتكر ان هما بيقولوا امين الليل يا لسه بدري، بيقولوا لابونا لسه بدري انت مخلصنا مروحنا ليه. فاللي انا عايز اقوله اساتذتنا غرسوا فينا حب الكنيسه، فكنا نحب نقعد في الكنيسه ونصلي ونطلب، لدرجه الواحد كان بيحس ان لما بنمشي نبقى متضايقين لسه بدري عايزين نقعد تاني في الكنيسه. نيافتك فاكر اكتر ترنيمه كنت بتحبها وانت كوجي؟ طبعا كان على ايامنا فيه كان واحد اسمه الاستاذ جرجس رفلة، كان بيكتب قصص مسيحيه مصوره، وكان في برضه بيعمل ترانيم للاطفال. كانت الترانيم بتاعته ترانيم جميله، يعني مثلا مره عمل ترنيم على الانديل، عمل ترنيمه مثلا على اسرار الكنيسه، عمل ترنيمه على الكنيسه نفسها، يعني كان في ترنيمه تقول ضق يا اجراس ودع كل الناس لحضور القداس كيرياليسون. وكانت الترانيم دي هو بتتلحن يعني على الحان من الكنيسه يعني. وبرده كان في ترنيمه كنا حافظينها للقديس الانبا انطونيوس، كان كتبها برده الاستاذ جرجس رفلة، كان تقول ايه؟ كل الناس فرحانه بترتل ويانا لما عيدك جانا يا انبا انطونيوس، انت شفيع جنيستنا اللي عليك حراستنا، انوارك انستنا يا انبا انطونيوس. وكانت بتتقال على وزن اللي هي 7 مرات كل يوم، فكنا نقول ايه؟ كل الناس فرحانه بترتل ويانا لما عيدك جانا يا انبا انطونيوس، انت شفيع كنيستنا الى اخره يعني. وكان في برضو ترانيم كتيره، برضو ترنيمه احنا اولاد الراعي، معرفش انتوا بتحفظوا الترانيم دي ولا في ترانيم جديده دلوقتي. وكان في ترنيم عن مدارس الاحد،
كان في ترنيمة تقول مدارس الأحد يا مدارس الأحد أطلب من ربي يزيدك وتعيشي للأبد. فكان حاجات كتيرة دي كنا نحبها تتأثر فينا. غير بقى ترانيم المناسبات زي مثلا في عيد الميلاد ترنيمة أرض فرحي، وكان ترنيمة جند السماء في العلا، وأيا مؤمنون ألا تصحبون بناي وعود إلى بيت لحم. فكان حاجات كتيرة حلوة كنا نحفظها وبتأثر فينا. ايه أكتر شخصية بتحبها في الكتاب المقدس وليه؟ من زمان وأنا طفل صغير لما كنت أسمع قصة يوسف الصديق وأقرأ قصته في سفر التكوين كنت أحب الشخصية دي قوي. وأنا لما كبرت وسيدنا البابا شنودة رسمني أسقف، أنا ما اخترتش اسمي، سيدنا هو اللي اختارهولي، وأنا ما عرفتش الاسم غير وسيدنا بينطقه وقت الرسامة. فلما سيدنا اداني اسم يوسف كنت فرحان قوي، لان انا بحب الشخصيه دي جدا في حياتي، فحسيت ربنا اداني الاسم بتاع الشخصيه اللي انا كنت بحبها، شخصيه يوسف الصديق. نيافتك لما كنت كوزي كنت شقي ولا هادي؟ احنا هناخد اعترافات كده شكلنا. اقول لك، لا انا كنت شقي وانا صغير. كان في بيبقى عندنا حاجه اسمها نوته روحيه، كنا كل واحد بيبقى معاه نوتتين، نوته بيسجل فيها والنوتة التانية مع الخادم، وكل أسبوع نبدل، فهو ياخد النوتة اللي معايا يراجعها لمدة أسبوع وأنا باخد النوتة التانية أسجل فيها لمدة أسبوع. في النوتة الروحية دي كان فيها صلاة، كتاب مقدس، قداس كده يعني، كان في جزء من لحظات الأسرة. فكانوا دايما يشتكوني يقولوا إن فلان ده شقي وما بيسمعش الكلام وكده، كان كل أسبوع يعمل لي فيها شكوى كده عشان كنت شقي. نيافتك فاكر أول يوم مدرسة؟ طبعا فاكره. ممكن تحكي لنا عنه؟ انا اقول لك على قصه يمكن ناس كتير ما عرفهاش عني. احنا على ايامنا كان اللي يخش مدارس خاصه فكان ممكن يخش 5 سنين سنه اولى ابتدائي. في البيت قدموا لي ان انا اخش يعني سنه اولى ابتدائي سن 5 سنين. فنظره المدرسه لما قعدت معايا زي يعملوا انترفيو مقابله، فقالت لبابا، قالت له فلان ده عارف كل الحاجة هياخدوها في أولى ابتدائي، فما ندخله تانية ابتدائي على طول. فأنا دخلت 5 سنين تانية ابتدائي، ما دخلتش أولى ابتدائي خالص. فكنت أصغر من الدفعة بتاعتي 2 سنين، بس دي عملية المشكلة وأنا في 6 ابتدائي. في 6 ابتدائي لازم الواحد يكون له سن معين في سبتمبر اللي هو يعني بداية العام الدراسي الجديد. أنا كنت أصغر من السن ده، فقالوا ده مش هيمتحن الابتدائية لأنه أصغر من السن. طبعا بقى بابا اتضايق وعمل بقى يعني تظلمات وراح الوزارة ومديرية التعليم وكده. وأفتكر جابولي رقم الجلوس ليلة الامتحان بليلة الساعة 10، كان الفراش بتاع المدرسة كان اسمه عم حلمي. فاكر جه خبط علينا يوم الجمعة بالليل الساعة 10 وقال ده رقم الجلوس بتاع فلان يعني. بس فأول يوم بقى أنا دخلت كنت صغير، كلهم بقى أكبر مني بسنتين، فأنا كنت أصغر واحد فيهم كده. وفضلت بقى لغاية لما اتخرجت أنا أصغر من دفعتي بسنتين. نيافتك فاكر أول رحلة طلعتها؟ كان في زمان جنب ميدان التحرير جنينة اسمها جنينة الحرية، معرفش موجودة لغاية دلوقتي ولا لأ. ففاكر الخادم بتاعنا في مدارس الأحد خدنا ورحنا جنينة الحرية. فاكر كان الاشتراك بتاع الرحله دي 3 صاغ 3 قروش. وبعد كده احنا كنا في امبطونيوس شبرا، كان الرحلات اللي يعني شبه مقرره علينا مكانين، الميريلاند والقناطر. فكان اي رحله تبقى الميريلاند يا القناطر، بس كانت تبقى يعني فرصه حلوه نقضي يوم روحي مع بعض ورياضي ونلعب ونقضي وقت جميل مع بعض، يعني كنا نرجع مبسوطين في اخر اليوم. نيافتك فاكر الماده اللي كنت بتحبها وانت كوزي؟ انا كنت احب الرياضه والحساب جدا جدا يعني، وكنت وانا صغير اقول انا عايز اطلع مهندس عشان بحب الرياضه. بس في ثانويه عامه بقى لما جبت مجموع يعني دخلني كليه الطب، فدخلت بقى طب، لكن وما زلت لغايه دلوقتي احب الرياضه والحساب. طب نيافتك كنت بتقضي وقت الاجازه ازاي؟ كان عندنا في أنشطة في الكنيسة،
كان في نشاط اسمه المكتبة. كنا نروح المكتبة بتاعت الكنيسة نستعير كتب ونقعد نقرأ في المكتبة. كان يبقى مثلا ساعتين من الساعة 10 الصبح للساعة 12. كان في نشاط تاني النادي، نادي بالليل، فكنا نروح نادي بتاع الكنيسة ونلعب. كان يبتدي النادي بالصلاة وبعدين نقعد نلعب، كان من 5 للساعة 8:30 بالليل، وبعد كده في الآخر في الختام كان يحكوا لنا قصة ونصلي ونروح. برضو كان يعملوا لنا حصص ألحان في الصيف، فكان برضو نروح الكنيسة وناخد حصص الألحان. غير كده بقى يعني كنت في البيت، يعني عندنا بقى الألعاب بتاعتنا، كنا ألعب أنا وأخواتي شطرنج، مش عارف طاولة، كوتشينة، دومينو، و في برضه لعبه تاني اسمها السلم والتعبان، معرفش ما تعرفهاش انتوا اللعبه دي. وكنا مثلا نسافر اسكندريه المصيف هناك كده يعني. طب كانت ايه هي الهوايه اللي نيافتك كنت بتحب تمارسها وانت كوزي؟ انا كنت احب اقرا، فكنت اقضي وقت في المكتبه واقرا واخد كتب معايا واقرا في البيت. وكان نفسي اتعلم موسيقى، يعني حاولت شويه في الموسيقى بس يعني ما نجحتش قوي يعني. ممكن نيافتك تحكي لنا ازاي قررت تسيب شغلك وتكون راهب؟ بس انا ما كنتش كوجي وقتها. انا فاكر لما كنت في ثانوي رحت الدير هناك، فاكر انبسطت جدا وحسيت بالسلام، حسيت الاباء الرهبان عندهم سلام كده، ابتسامتهم كانت ابتسامه حلوه صافيه كده، فتأثرت قوي بالزياره دي. وفاكر لما رجعت قلت للاب، اعترفت له انا عايز ابقى راهب، فابتسم كده وضحك وقال انت لسه صغير بس خلص المذاكره بتاعتك وبعد كده نفكر في الموضوع ده. فابتديت اذاكر وخلصت ودخلت الجامعه وخلصت. بس في الفتره دي كنت كل صيف لازم اروح الدير ولازم اقضي وقت في الدير. وفي الفتره دي يعني اتعرفت على اباء رهبان كتير، منهم مثلا نيافه الانبا موسى، كان هو راهب في دير البراموس اسمه ابونا انجيلوس البراموسي. كان يافت الانبا تدرس كان اسمه ابونا ارسانيوس الانبا بشوي. كتير يعني من الاباء اللي يعني رحت وتعرفت عليهم وكنت منبسط وانا بقضي وقت معهم. برضو كتير اباء في دير السوريان. بعد كده لما خلصت الجامعه الرغبه ده انا ابقى راهب دي ما انطفتش جوه قلبي، كنت حاسس ان هو ده طريق يعني. وكان في ايه في مزمور، اخر مزمور في صلاه باكر، اللي هي بتقول عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها لاني اليك رفعت نفسي. كنت دايما اصلي الصلاه دي، عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها لاني اليك رفعت نفسي. فرحت لابونا قلت له خلاص يعني انا اتخرجت ام ريدي، فقال لي لا روح اشتغل شويه. فقال لي جرب برضو الشغل والعالم وكده. فاشتغلت 4 سنين وبرضو الرغبة ما يعني كانت بتزيد جوه قلبي، يعني ما كنتش شايف نفسي في العالم. وبعد كده يعني لما جت بقى إرادة ربنا سبت الشغل سبت كل حاجة ورحت الدير. طب نيافتك كنت تتوقع ان انت في يوم تكون اسقف؟ الحقيقة لا، الحقيقة انا كنت داخل الدير يعني عايز أعيش وأقضي طول حياتي لغاية لما أروح السماء في الدير يعني، فدي ما كانتش في ذهني خالص. طب كان شعور نيافتك لما عرفت إن أنت هتكون أسقف كان إيه؟ هو الحقيقة في الأول سيدنا البابا شنودة طلبني إن أنا أخدم في أمريكا، وكان عايزني أروح دير الأنبا أنطونيوس في كاليفورنيا. فأنا اعتذرت لأن أنا ما كانش ليا رغبة خالص إن أنا يعني أخرج بره الدير. بعد كده سيدنا البابا طلبني مرة تانية عشان أخدم ككاهن في دالاس. فأب اعترافي في الدير قال لي اسمع كلام البابا، مش مفروض البابا يبعت لك مرة واتنين وانت تقول لأ. فقال لي روح حتى لمدة سنة يعني خد بركة الطاعة وتعالى ارجع الدير تاني. فأنا يعني سمعت كلام أب اعترافي ووافقت إن أنا أروح على أساس أروح أخدم لمدة سنة وأرجع تاني الدير. وفي الأول كنت متضايق شوية، بس اتعلمت بعد كده إن الواحد زي ما أرميا النبي بيقول ليس الإنسان أن يختار طريقه.
فعرفت ان لو دي ارادة ربنا ان انا اخدم خلاص انا هقبل ان انا اخدم يعني. وخدمت حوالي 3 سنين، وبعدين طلبت من البابا ان انا ارجع الدير، فالبابا وافق ورجعت الدير. بعدها البابا شنودة طلبني اخدم معاه في السكرتارية. فتاني بقى فكرة ليس للإنسان أن يختار طريقه، قلت خلاص أنا سلمت حياتي لربنا. فنزلت أخدم كسكرتير للبابا شنودة، وفي نفس السنة البابا شنودة قال لي على موضوع أن أنا أدرس مؤسف، فقبلت بقى بالطاعة يعني. قلت الواحد طالما دي إرادة ربنا في حياتي لتكن مشيئة ربنا. عايزين نعرف رأي نيافتك في قناة كوجي. الحقيقة يعني اهتمام الكنيسة بالأطفال دي حاجة جميلة جدا، واهتمام نيافة الأنبا مرقس انه يعمل قناة كوجي للأطفال حاجة جميلة. ولما أنا فعلا بفتقد وبزور البيوت عندنا في أمريكا، في كتير من الولاد الصغيرين بيقولوا انهم يتفرجوا على قناة كوجي، فالولاد بيحبوا القناة دي. وبعدين سمعت ان انتوا هتبتدوا تعملوها حوالين العالم كله بلغات كتيرة، دي حاجة جميلة. لان دلوقتي يمكن الاطفال اللي بيعرفوا يتكلموا عربي عندنا بيتكلموا في امريكا بيتفرجوا عليه، انما كده اطفال من كل قارات العالم يعني بيتكلموا هيعرفوا يشوفوها ويتمتعوا بيها. وانت عارفة برضو ان سيدنا البابا ايام ما كان اسقف البابا توادرس كان هو مقرر لجنة الطفولة. سيدنا البابا يحب الأطفال جدا جدا جدا، وشجع نيافة الأنبا مرقس كتير على أن قناة كوجي تبتدي وأيضا تبقى بلغات كتيرة. بالمناسبة دي أنا عارف أن العيد بتاع قناة كوجي يوم 25 نوفمبر، وده العيد السادس، فكل سنة طيبين. وزي ما سيدنا البابا شنودة كان دايما يقول إلى مزيد من النجاح، لأن النجاح موجود، فإحنا بنطلب المزيد من النجاح للقناة الحلوة دي قناة كوجي. نيافتك تتمنى تشوف كوجي إزاي في المستقبل؟ الحقيقة قناة كوجي بتقدم برامج حلوة جدا، برامج في مدارس الأحد، برامج عن القداس، ترانيم، مسابقات، حاجات جميلة جدا. لكن الحقيقة العالم دلوقتي فيه ناس كتيرة بتشكك في حاجات كتيرة، فالناس بتشكك ان ربنا موجود مش موجود، ناس بتشكك في الكتاب المقدس. ففي جزء مهم قوي ازاي ندافع على ايماننا وعقيدتنا، زي ما القديس بطرس بيقول مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. يعني ازاي يبقى الواحد مستعد لما حد يسألني اقدر اجاوب. وانا يتهيألي ان الدفاع ده لازم يبتدي ازاي نعلم الولاد يعني يجاوبوا على سبب الرجاء الذي فينا، ده يبتدي من سن صغير. فانا اتمنى ان قناة كوجي يكون فيها جزء احنا بنسمي ده اللاهوت الدفاعي، جزء تعد الاولاد حسب سنهم وحسب مراحل عمرهم ازاي يدافعوا عن ايمانهم. يعني لو واحد جه سألني، سأل طفل صغير، انت مسيحي ليه؟ انت ليه ارثوذكسي؟ انت ليه بتؤمن بوجود ربنا؟ انت ليه بتحب الكتاب المقدس؟ اقدر اجاوب وانا في سن الصغير. وفي كل واحد في حسب مرحلة العمر بتاعه نقدم لهم مواد يقدروا يدافعوا بيها عن ايمانهم، زي ما القديس بطرس الثاني قال مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. في الختام نيافتك تحب تقول لأصحابنا ايه اللي بيتفرجوا علينا؟ انا احب اقول لهم حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا بحبكم كلكم زي ما ربنا علمنا ان احنا نحب الاطفال، لان ربنا قال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كان سيدنا البابا شنودة دايما يقول لنا خلوا الاطفال يصلوا من اجلكم. فانا بحبكم كلكم. حاجة تانية، افتكر وانا طفل صغير كان في خادم مدارس احد كان اسمه الاستاذ رضا الحديدي، كان راح يترسم كاهن في بلد تانية في برشيد دمياط. فسألت سؤال، قلت له هو تنيح،
دلوقتي. قلت له قبل ما ترسم ايه النصيحه اللي تديهاني؟ فاداني نصيحه حلوه قوي وانا هقولها لكم دلوقتي. هو بيبعت كده اسمه ابونا بولس الحديدي، وهو تنيح بس ابنه ترسم كاهن. فقال لي ما تسيبش الكنيسه وما تسيبش المذبح، لان دي مصدر قوتك ومصدر نجاحك. فانا النصيحه اللي بقولها لكل اولادنا انك ما تسيبوش الكنيسه ما تسيبوش المذبح، لان دي مصدر قوتكم ودي مصدر نجاحكم. وفي نهاية اللقاء الجميل والممتع مع نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، نحب نشكر نيافتك. أنا مبسوط خالص باللقاء الحلو ده، مبسوط إن أنا يعني جيت معاكم على قناة كوجي النهاردة. وباسم نيافة الأنبا مرقص وكل العاملين بقناة كوجي، نحب نشوف نيافتك في لقاءات تانية كتير بإذن الله. أنا كنت فرحان ومبسوط أكون معاكم.